السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو بسطام. أهلا ومرحبا شيخ الكريم. يا مرحبا بالغالي الحبيب، أهلا وسهلا بشيخنا. متعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. أحسن الله عليكم ورضي الله عنكم. اللهم أمين أمين. والمسلمين والمسلمات، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان. نعم شيخ الكريم، نحن نتحدث عن الأحاديث في بداية الحلقة مع فضيلتكم في كل لقاء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وكنا قد توقفنا عند حديث إياكم وسوء الظن. نعم. ومفترض أن نكمله اليوم، ولكن استعدادا لرمضان والباقي على أيام رمضان وليالي رمضان، أيام قلائل، أسأل الله عز وجل أن يتقبل 10 أيام أو أقل. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يبارك لنا فيه. كيف نستعد لهذا الشهر الطيب المبارك؟ نعم شيخ الكريم. نعم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لقد سألت عن عظيم، وهذا أمر جلل، ألا هو كيف للمؤمن أن يستعد لهذا الشهر العظيم الكريم. ينبغي للعبد أن يكون بين يدي هذا الشهر الكريم أن تكون له دراسة جدوى للدخول في هذا الشهر. بمعنى أي واحد مننا عنده مشروع بيبدأ يعمل دراسة جدوى، إيه اللي أنا عايز أحرزه في هذا الشهر، وإيه الشيء اللي فاتني قبل كده في الرمضانات السابقة لم أستطع إحرازه. فلذا ينبغي للمؤمن يكون عنده دراسة جدوى. أنا المفروض في الشهر ده إن شاء الله أريد مثلا أن أختم كم ختمة، طيب ماذا أريد أن أفعل؟ يعني مثل إنسان يختم القرآن قدر استطاعته، ويحافظ على ذكر الله عز وجل في فيما بينهم. لذا لما سئل نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قيل له كيف كان حال عبد الله بن عمر في بيته؟ قال لا تطيقونه، أمر محدش يقدر يعمله. قال لا تطيقونه، الوضوء عند كل صلاة، والمصحف فيما بينهما. حياته كلها كانت ذكر لله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون يوم المؤمن، حياة المؤمن ينبغي أن تكون ذكر لله عز وجل، لا سيما في هذا الشهر الكريم الفضيل، شهر رمضان. هذا شهر عظيم، إذ إن رحمات الله تبارك وتعالى تتنزل على الخلائق في هذا الشهر، وكم لله عز وجل في كل ليلة من عتقاء من النار. طيب، وكذلك لما ننظر إلى أحوال الصحابة وعلى رأسهم سيدهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة من جواري. قالت عائشة فقمت أتحسسه، يعني قامت من النوم ما لقيتش النبي جنبيها، فقعدت تحسس كده لم يكن هناك ثمة إذن في البيوت مصابيح. قالت فقمت أتحسسه، قالت فوقعت يدي
على بطن قدمه وهما منصوبتان، وهو يدعو ربه ويناجي ربه سبحانه وتعالى، ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قيامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قام من الليل حتى ورمت قدماه، كما في الصحيحين من حديث المغيرة شعبة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل حتى ورمت قدماه. قال: فقلت: يا رسول الله، تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ انظر إلى هذا التواضع، وانظر إلى هذا الخشوع، إلى هذا الخضوع منه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه، أليست هذه منة ونعمة تستلزم مني الشكر؟ وإنما تصان النعم بالشكر، النعم تصان بشكرها، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سلم يا رب، سلم. نواصل بعد هذا الاتصال. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم بحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. شيخ أحمد، نعم، عايزة أعرف يعني إيه إن ربنا لما ينظر لقلب العبد لا يرى إلا هو. يعني أنا لما أفكر إن أنا أن مدعي إن ربنا يتوب عليا من السكنة مثلا ويرزقني البيت، يبقى أنا كده بفكر في الدنيا؟ مش تفكيري كده يعني؟ ده يعني سؤال. السؤال الثاني، الدعاء في تغيير السكنة البيت يعني؟ أنا اللي أقول أنا مش قادرة أصوم، ولا الدكتورة اللي تقول لي؟ الشهر الخامس، أنت الصيام بتاع يعني بيتعب حضرتك؟ نعم؟ أنت حضرتك في الشهر الخامس مش كده؟ السلام عليكم. انا في الشهر الخامس. طيب يا صديقي، بس انا مش قادره اصوم. طيب حاضر، ربنا يكرمك وييسر امرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، اهلا ومرحبا، اتفضل. الله يبارك لك. الله يزيدك من فضلك. اقول لك بس استفسار بسيط، بس معلش. اتفضل. ادخل بعيد. اتفضل اخر حبيب. طب عاود الاتصال، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ احمد؟ في نعم والله، الحمد لله رب العالمين. اتفضلي. لدي اسئله افتراضيه. نعم. اول سؤال يا استاذ احمد، انا في رمضان يعني في رمضان الصغير رمضان بسمع اغاني يعني اطفال يعني قناه دينيه يعني قناه الاطفال. كمان يا استاذ احمد، انت عندك كم سنه؟ انا عندي 15 سنه. 15 سنه. يعني دلوقتي انا اسمعها بس التلفزيون بتاعنا ما فيش ريموت، يعني الريموت بتاعه ما فيش زرار اللي يحس الموسيقى يعني. السؤال الثاني. السؤال الثاني يا استاذ احمد، منهم الذين يعني الصوت بعد خالص، منهم الذين يتقون الله ومنهم الذين يكونون حرام؟ عيد السؤال الثاني مره ثانيه معلش. ماذا يفعلون؟ ماذا يفعل الذين يعني يتقون الله؟ فاهم السؤال؟ انا السؤال غير واضح. طب هات السؤال الثالث. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا ومرحبا، معايا دكتور طب نفسي اطفال. السلام عليكم. انت برنامج الدكتور ياسر ناصر يوم الاثنين والخميس ان شاء الله تعالى، يوم الاثنين والخميس السابعة والربع بتوقيت القاهرة إن شاء الله، طب نفس أطفال. أسأل الله أن يحفظكم وأن يحفظه بحفظه. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش الشيخ احمد قفلت عليا قبل ما اكمل الاسئله. انا ما قفلتش، اتفضلي هاتي السؤال الله يرضى عنك. السؤال اللي يتبعه بقى، لو قالت لي هفطر مثلا، يبقى انا كده هخرج عن هطعم، قصدي عن كل يوم مسكين، وانا ان شاء الله باذن الله هوفيه، يعني ان شاء الله هصوم. حاضر، في امان الله. السلام عليكم. الو، عليكم السلام. ممكن تكلم الشيخ لو سمحت؟ حضرتك معانا يا فندم، اتفضلي. الو، السلام عليكم، اتفضلي. عليكم السلام. لو سمحت يا عم الشيخ، انا عايز اسال سؤالين معلش. نعم. انا ليه واحده صاحبتي من 3 سنين كانت عايشه زي الناس، يعني كنت بتعمل ذنوب كتير، بس هي تعبت من 3 سنين، بس في ذنب يعني كانت بتمد ايدها مثلا تاخد حاجه من ورا اهلها، من الاهل يعني. فهي لما تابت رجعت جزء من الفلوس دي، ولسه في ناس ليها جزء تاني. لو ماتت ربنا حاسبها عليها، ولا عشان نيتها ان هي ترجع الفلوس دي ربنا هيغفر لها؟ صلى الله ان يتقبل منها ويعفو عنا وعنها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ أحمد؟ في نعم والله، الحمد لله رب العالمين. اتفضل. ربنا يديك الصحة يا رب. وإياك والمسلمين. عايزك تفيدني. اتفضل. في آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حجابه النور. تمام يا أستاذ أحمد؟ نعم، حجابه النور. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. سؤال. السلام عليكم. طب عاود الاتصال، بارك الله فيك. نعم شيخنا الكريم، نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. نسال الله العفو والعافيه. توقفنا عند هذه الايه الكريمه. نعم. نعم. طبعا هذه الايه كان عثمان رضي الله عنه يقول ان هذه الايه هي ارجى ايه في القران. ارجى ايه في القران كله هي هذه الايه. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. انظر الى هذا التودد والى هذا، يعني الله عز وجل لا يريد ان يعذب خلقه ولا عباده. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. الله عز وجل لا يريد ان يعذب عباده، واضح. لكن كذلك لما تنظر الى احوال السلف في قيامهم وعلى حرصهم على قيام الليل، كما قلت لا سيما في هذه الأيام المباركة، حتى الإنسان يعد عدته لاستقبال هذا الشهر الفضيل الكريم. لأن إذا كان الإعداد إعدادا جيدا كان الانطلاق انطلاقا جيدا. بمعنى لو أن شخصا مثلا أراد سفرا، ماذا يفعل قبل هذا السفر؟ بيبدأ يعد العدة، يجهز السيارة بتاعته، يبدأ مثلا يعد الزاد من الطعام أو الشراب أو غير ذلك. ليه؟ هو مسافر سفر طويل. طيب احنا دلوقتي عندنا 30 يوم، 30 يوم دول هم مدة السفر. طيب انا المفروض اعمل ايه دلوقتي الفترة دي اللي هم 7-8 ايام الباقيين دول؟ انا بتزود فيهم زاد كويس جدا حتى يكون الانطلاق انطلاقا جيدا. ليه يا شيخنا؟ كتير من الناس بعد اول اسبوع من رمضان بتبدأ الناس تفتر. ليه؟ لأنه هو أصلا ما أعددش العدة جيدا قبل دخول هذا الشهر، لذا بيحصل عنده فتور. لا، يبقى احنا عايزين دلوقتي من دلوقتي نبدأ نعد العدة، نقرأ جزء الإخلاص والتوجه والإرادة طبعاً. والافتخار الله عز وجل، ده كله يعين العبد بإذن الله عز وجل، لا شك في هذا. لكن نعم. أنا برضو بتكلم في أسباب عملية. نعم. طبعا دي أشياء كلها محمودة وأشياء مرجوة وإحنا المفروض نعملها، تمام. لكن أنا برضو عايز أعمل أخذ خطوات جدية نحو هذا الانطلاق أو هذا الزاد. يبقى اعمل ايه؟ اولا احافظوا على الاقل جزء من القرآن لازم اذكر الصباح والمساء، دي على الاقل. وخلال اليوم لازم يكون لي اوراد من ذكر الله عز وجل، الاذكار المشروعة المسنونة التي سنها لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
واضح ازاي؟ وابدأ قدر المستطاع ان انا اقلل من كلامي الذي ليست من ورائه فائدة مرجوة. يبقى انا هعمل ايه؟ لذلك شيخنا بعض السلف بعض الحكماء تعلم الصمت بأن وضع حصاة تحت لسانه كان لا ينزعها إلا عند الطعام أو الشراب. ليه؟ زي ما قلت لحضرتك، لأن كثرة الكلام كما قال عمر رضي الله عنه، قال من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. اللي بيتكلم كتير بيغلط كتير، يشيل أوزار كتير، يخش النار في الآخر. لكن زي ما احنا قلنا، لما تنظر إلى أحوال الصحابة، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اجتهد في آخر عمره اجتهادا عظيما، فقال له أصحابه لو رفقت بنفسك، فقال إن الخيل إذا بلغت رأس مجراها فأوشكت أخرجت جميع ما عندها. يعني إيه؟ بيقولوا أنتوا عارفين الفرس لما يكون في السباق، الفرس بمجرد بس ما بيلمح بطرف عينه آخر الخط اللي السباق هينتهي من عنده، يقول أخرجت جميع ما عندها. قال ولا أراني إلا في آخر عمري. لذا كان يجتهد هذا الاجتهاد العظيم. وهذا شداد بن أوس رضي الله عنه، شداد بن أوس كان إذا آوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلاة، حبة على مقلاة. يعرف أنت مثلا يكون بتسوي حاجة على النار تقعد تقلبها كده وتقلبها كده شوية، ليه؟ عشان ما تحرقش، محطوط في الزيت. اي نعم. فهكذا كان شأن شداد نفسه، لا يستطيع ان ينام، وكان يقول طير ذكر جهنم نوم العابد. وعبد العزيز بن ابي رواد احد السلف الكبار العظام كان ياتي الى فراشه وهو يزحف، وكان ياتي الى فراشه ويتحسسه ويقول والله انك لطيب، والله انك لبارد، والله انك للين، والله لا علوتك الليل أجمع. وكان يقوم الليل كله. إذا مرتحك ده شيخنا حرص لهؤلاء على أوقاتهم وعلى أعمالهم وعلى هذا الانطلاق الذي يعني ينطلقه العبد انطلاقا جيدا حتى يوافي ربه سبحانه وتعالى في آخر الشهر، حتى طبعا كذلك بالعتق والغفران. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم والمشاهدين والمشاهدات ممن يعتق الله عز وجل رقابهم من النار. نعم شيخي كريم، أسأل الله اللهم أمين آمين يا رب العالمين، صلى الله أن يبلغنا وإياكم رمضان يا رب، الله أن يبارك لنا فيه، آمين يا رب العالمين. أخت تقول يعني ربنا عز وجل الله سبحانه وتعالى يريد يعني فيما فهمت منها أن يكون هو وحده سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن، لكن الإنسان لو بيفكر في تغيير شقة، في تغيير سيارة، متعة من متع الدنيا المباح، فهل في هذا تعارض بين أن يكون القلب عامرا بالإيمان مطمئنا بالإيمان، يعني في تعارض بين هذا وذاك شيخي كريم؟ نعم. طبعا هذا مفهوم خاطئ، إذ إن كثيرا من الناس قد يظن أن رضا الله عز وجل يكون في زهادة العبد أو في تبذله، إن العبد يكون لابس لبس مش كويس أو ما عندوش فلوس أو كلام زي كده. لا طبعا هذا خطأ. للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول نعم المال الصالح للرجل الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا القلب هو محط نظر الرب، فلينظر كل منا في إصلاح هذا القلب، لأن العبد إنما يوزن يوم القيامة بقلبه، ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم، كما قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لأن العبد كما نقول يوزن يوم القيامة بقلبه. لذلك في حديث عبد الله بن عمر الذي رواه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم يأتي العبد السمين البدين يوم القيامة ولا يزن عند الله جناح بعوضة. يبقى العبد، ولذلك كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول يا ابن آدم إنما يريد الله منك نيتك وإرادتك. فعلى كل منا أن يصلح قلبه، وأن يجعل هذا القلب خالصا لله عز وجل، وأن يجعل الدنيا في يده،
لا في قلبه، لا يقدم شيئا في قلبه إلا محبة الله ورضا الله سبحانه وتعالى، حتى يكون هذا القلب قلبا عامرا بالله عز وجل. لأن هذه القلوب يعني خربة للأسف، إنما تعمر القلوب بذكر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل لم يجعل لذكره سبحانه وتعالى حدا معينا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. واضح؟ فحيثما استطاع الإنسان أن يذكر ربه فليفعل. واضح؟ فيعني القصد أن ليس هناك تعارض بين أن يكون العبد غنيا أو ممن وسع الله عز وجل عليهم، وأن يكون يعني هذا المال كما قلنا في يده لا في قلبه. التفكير في المباح لا بأس طبعا، مدام مباحا ولا يجعله في القلب طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. نعم، جزاكم الله خيرا. أختنا في شهرها الخامس شيخ كريم، لو الطبيبة قالت لها لا يعني لا ليس لك الصيام، هل تفطر أم أنها تأخذ القرار لأنها متعبة دون أن تلجأ إلى الطبيبة؟ نعم شيخي الكريم. لا، عليها طبعا أن تأخذ برأي الطبيبة، لأنها أهل الذكر في هذا الباب، فلا يحل لها أو لا يجوز لها أن تصوم، لا سيما وأن هذا الصوم يسبب عليها مشقة وعلى جنينها مشقة، فمثل هذه لا يجوز لها أن تصوم، لأن هذا الصوم يعود عليها بالضرر. والله عز وجل يقول: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم، هل إذن عليها القضاء أم القضاء والكفارة؟ لا، تقضي إن كانت عندها مكنة واستطاع أن هي تقضي بعد انقضاء هذا بعد الوضع يعني، فعليها أن تقضي، عليها القضاء. نعم شيخي كريم، الأخ يقول: أنا أسمع أغاني دينية على بعض القنوات، هل هذا في شيء؟ ولعله يسمعها في نهار رمضان على ما سمعت منه. نعم شيخ الكريم، انا ما اعرفش ان في حاجه اسمها اغاني دينيه اصلا. او هكذا قال، او اناشيد. اناشيد يعني؟ نعم. والله يا اخي الكريم، انا انصحك لله عز وجل، لا تسمع لهذه الاناشيد او ما شابه ذلك، واسمع القران يعني يطمئن قلبك. الا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى بلى. فانت اترك هذه الاناشيد وهذا الكلام، يعني ان كان كلام له مقصود وله مدلول وكلام طيب وكلام نافع ما فيش مشكله، ان كان هذا الكلام كما نقول يستحث على الفضائل وعلى مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم، فمثل هذا يتجوز فيه لان له هدف. لكن اذا كان كلام مالوش اي معنى، يبقى اتركه واسمع القران اولى واحسن، وبه تثاب ان شاء الله. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم حلف أكثر من يمين منذ فترة أو من الزمن؟ هل يكفر عن يمين واحد أم عن كل يمين كفارة شيخي كريم؟ لا، إن كانت متقطعة على فترات يعني فكل واحدة كفارة بذاتها يعني. نعم، على كل يمين كفارة. أي نعم، كل يمين كفارة. ولا يدري كم حلف، هو مش فاكر هو حلف قد إيه. سدده وقاربه قدر المستطاع يعني، بالتقريب. بالتقريب يعني. وما حكم الجمع بين زوجتين في شقة واحدة؟ هيقتلوك. نعم شيخ كريم. والله أنت إن كنت تستطيع هذا فتوكل على الله، يعني جاور السعيد تسعد. حكم من ناحية شرعية مولانا؟ والله هذا لا شيء فيه، لكن إن كان عنده كما قلنا هذه القدرة وهذه الجرأة فعليه أن يفعل. عليه أن يفعل؟ أي نعم، إن استطاع. أم أن هذا الأمر غير مباح؟ لا، لوجود الغيرة بين النساء. مش في واحدة هتبقى في غرفة ودي في غرفة، مفيش مشكلة في كده. وقال في شقة واحدة. أنا بقول نعم. بقول لو كان مثلا هذا صاحبنا هذا ما عندوش مثلا الملكة أن هو يشتري لها شقة أخرى، نعم. ففي هذا الحال هو مضطر، واضح؟ ففي هذا الحال لا شيء عليه يجوز. هل تشمير الكم في الصلاة حكمه يا شيخي الكريم؟ شيخي الكريم، لا، تركه أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت عن كفت الثوب. نعم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من أسئلة صفحة القناة على الفيس: اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبارك لنا فيه، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل. ده دعاء وليس سؤالا. اللهم أمين أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو فاتني نعم شيخي كريم، أو فاتتني صلاة الفجر واستيقظت التاسعة صباحا، هل أصلي الصبح أم الضحى أم ماذا أفعل؟ نعم، لا، تصلي الفريضة أولا يا أخي الكريم، يعني تصلي الفريضة أولا، لأن هذا هو واجب الوقت. واضح إزاي؟
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا هذا. يبقى أنا صحيت من النوم الساعة 9 أصلي الفجر القضاء الأول وبعد كده أصلي الضحى بقى أصلي أي حاجة تانية مفيش مشكلة، لكن أهم حاجة هذا هو واجب الوقت، هذا هو كفارتها أن تصليها إذا ذكرتها أو عندما تستيقظ. نعم. هل تخصيص ثوب أمي المتوفى الله يرحمه ويسامحها يا رب كمصلية نصلي عليها يعتبر صدقة جارية على روحها؟ نعم شيخنا الكريم. والله أتمنى ذلك، يعني أتمنى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورة، فلو صلى الإنسان على الأرض لا بأس، صلى على مصلية لا بأس، صلى على الجلبية لا بأس. الجلبية وهيتخذ ثوب أمه سجادة والله بنية أن تكون صدقة جارية، أرجو لها ذلك، يعني أن الله عز وجل يثيبها على مثل هذا، أرجو يا رب. لكن ليس فيها أي شيء، لا لا مفيش أو مخالفة لسنة أو هدي أو ما شابه ذلك، أمر مباح. لا مفيش. جزاكم الله خيرا شيخي كريم. نعم. يعني تاب الله، يتوب الله على من تاب. لو كانت الأخت المتصلة تقول إحدى صديقاتها منذ فترة كانت تأخذ أشياء ليست من حقها وتابت وندمت ومن الله عليها بأنها أعادت بعض هذه الأشياء، لكنها ما زالت هناك في ذمتها بعض الأشياء، لعل عدم القدرة المالية على السداد والرد يحول بينها وبين السداد. لو توفيت وقضى الله أجلها هل تأثم شيخي الكريم وهل تحاسب مع التوبة؟ نعم. أسأل الله عز وجل أن يعفو عنها وأن يتجاوز عن هذا عنها بهذا الذنب. لا شك طبعا أن هذا خطأ جم، خطأ عظيم، إذ إن طبعا من ضوابط ومن شروط التوبة هو إعادة الحقوق إلى أهلها، لأن الحق حقان، حق لله وحق للعباد. حق الله عز وجل يسقط بالتوبة، أما حقوق العباد فهذه ينبغي أن تؤدى إلى أهلها. إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومثل هذه الأخت لما مش أمانة بقى داية، سرقت هذه الأشياء، فعليها أن تستغفر الله عز وجل كثيرا وتحاول قدر استطاعتها أن ترد هذه الحقوق إلى أهلها، لأن هذا الحق لا يسقط إلا أن يعفو صاحب المال. لكن بهذا الشكل لا، يعني ينبغي لا لا لو, لو, لو فعلت هذا شيخ كريم وعليها مثلا 1000 جنيه ومن الله عز وجل عليها بأنها تخلصت وردت بعض المظالم أو جزءا من المظالم وفي النية أن ترد بقية المظالم وحان أجلها، نعم، هل يقضي ربنا عز وجل عنها؟ طالما أن يعني هي انتوت نية صادقة أن ترد الحقوق إلى أهلها فهذا أمرها موكول إلى الله عز وجل، إن شاء تاب عليها وإن شاء عفى عنها. وأنا أخشى أن أصحاب هذه المظالم يأتون يوم القيامة ويأخذ منها هذا الحق، يعني أخشى من هذا. فعليها إن استطاعت، إن كانت تعرف أصحاب الحقوق، أن توصي أبنائها بأن فلان لي فلوس عندي وفلان لي فلوس عندي إلى غير ذلك حتى يتوب الله عز وجل عليها. اللهم توب علينا أجمعين. آمين يا رب العالمين، وارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة. يا رب. آمين يا رب العالمين. سؤال: هل تجوز الصدقة وإطعام الطعام للأقارب وإن كانوا غير محتاجين؟ نعم شيخي الكريم. لا طبعا، نما الصدقات للفقراء كما قال الله عز وجل. فإن كان ذوي الرحم في هذا الحال يعني لا يحتاجون أو ليسوا أهلا لهذه الصدقة لأنهم ليسوا فقراء، فمثل هذا لا يجزي، يعني أنت التمسي فقراء ومساكين. هو السائل يسأل: طب هب أن هذا القريب شيخي الكريم أخونا يطعمه من باب ويطعمون الطعام من باب الإكرام، من باب كرم الضيافة، لكن لا يعتبر صدقة. أيوة، لا يعدها صدقة أو تعتبر صدقة ولكنها ليست من زكاة المال. لا تحسب من الزكاة. لا تمام، لكن كما يقال الصدقة تجوز حتى على الأغنياء. لا طبعا، أفضل الصدقة إطعام الطعام، يعني. نعم جزاكم الله خيرا، لكن لا تكون ما داموا غير فقراء. لا تجوز لهم الصدقة. نعم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. الحمد لله في نعم. كل عام وحضرتكم بخير. والله في نعم الحمد لله وحضرتك طيبة، تفضلي. حضرتك أنا كنت صايمة يوم الخميس اللي فات. نعم.
وبعدين فكنت فاتحه قناه الندى والاذان اذي وبعدها جت الاحاديث اللي بعد الاذان. فانا يعني الاولاد الاحفادي يعني كانوا عاملين غلبه وكده ما سمحتش الاذان عندنا في المسجد يعني عندنا. فسمحت اذان كده ففطرت. بعدها قالوا لي ده لسه ما اذنش في المسجد عندنا. طب كده بقى اليوم ده اعيده ولا لا؟ بس كان اذن في القناه اللي حضرتك متابعاها كانت ايوه الندى. ايوه قناه الندى وكانت الاحاديث اللي بعد الاذان انتوا في محافظه اخرى يعني في فرق توقيت أيوة بيننا أيوة بين القاهره وبينكم؟ ايوه في الغربيه. احنا من الغربيه اي. فبعديها لقيت الاذان هم بعديها بكام دقيقه. ايوه طيب طيب فده يعني يومي ده يعني اعيده تاني ولا مش عارفه انا كده صح ولا؟ حاضر ربنا يبارك فيكم. شكرا وسالكم الدعاء. ربنا يتقبل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مرحبا. الحمد لله. انا رنيت عليك من بدري وقلت لك على الاستاذ بتاع على الاغاني والحاجات دي يعني. انا قصدي ان في قناه يعني اطفال ان اجيب اغاني يعني اجيب اغاني مسكين للاطفال يعني بدل ما الواحد يسمع فيها مسلسلات لا يسمع الاغاني الاطفال اللي هي مسكين يعني حطيتكم يعني كده هو تنازل كده هو فهي فيها موسيقى والريموت بتاعنا ما فيش الظاهر ان فيش موسيقى فانا اقدم كده على كده هوت يعني. حاضر فامان الله. والشيخ اجابك لكن لا باس من اعاده السؤال. فامان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا ومرحبا تفضلي. لو سمحت عايز اسال الشيخ هل حرام تسمية البنت بمكة؟ مكة. حاضر. السلام عليكم. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم متعكم الله بالصحة والعافية. أمين. الحديث لم يكتمل لا أدري صحة الحديث حضرتك تخبرنا. حجابه النور هل هذا حديث صحيح؟ طبعا حديث صحيح مسلم. نعم. ما معنى حجابه النور شيخي الكريم؟ وهو هذا يؤيده ما روي في الصحيح أيضا في حديث المعراج. جبريل لما صعد مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام فقال له تقدم أنت فأنا لو تقدمت لاحترقت. واضح إزاي؟ فالله عز وجل وهذا دلائل الكبيرة العظيمة على أن أحدا لا يستطيع أن يرى الله. لذلك في حديث ابن عباس وكذلك في حديث عائشة قالت عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. في حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. واضح؟ فالله عز وجل لا يستطيع أحد أن يراه سبحانه وتعالى إلا في الجنة. في الجنة فقط. لذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين أن الله عز وجل يقول يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول الله عز وجل يعني لهم ماذا هل تريدون شيئا؟ قالوا وماذا؟ عايزين إيه أكثر من كده؟ ماذا الذي نريد؟ قال أن أعطيكم فلا أسخط عليكم أبدا. ثم الله عز وجل يعني يكشف عن وجه سبحانه فما أعطوا نعمة ومنة أعظم من هذه. وهذا هو يوم المزيد كما قال الله سبحانه وتعالى لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. وكذلك الله عز وجل قال ذلك أو أشار إلى ذلك سبحانه وتعالى كما في سورة يونس. تمام. ف أعظم من أعظم نعيم أهل الجنة أن رؤية الله تبارك وتعالى. وطبعا هذا رؤية الله تبارك وتعالى ده بيكون على قدر أعمال العباد. هناك من يرى الله عز وجل مرة في الشهر وهناك من يرى الله تبارك وتعالى كل جمعة وهناك من يرى الله تبارك وتعالى في كل يوم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رؤية وجه ربنا سبحانه وتعالى. فكما قلت هذا أعظم نعيم أهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أمين يا رب. ارزقنا الجنة يا رب ولذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. اللهم أمين. اللهم أمين.
أختنا كانت صائمة ويبدو أنها في محافظة أخرى فرق توقيت فأذان المغرب، استمعت إلى قناة الندى لكن هم بعدين تقريبا بكم دقيقة يعني، فلم تسمع المسجد، واكتشفت بعد ذلك أن المغرب لم يؤذن له في المسجد المجاور أو في حيها أو المكان الذي تسكن فيه. هل عليها قضاء هذا اليوم شيخ الكريم؟ ليس عليها قضاء، ليس عليها قضاء، وصيامها صح إن شاء الله، لا سيما أن الفرق بسيط جدا، حوالي تقريبا 2 لـ3 دقائق تقريبا، رفع عن أمتي الخطأ ونسيان بالفعل. نعم. فمثل هذا يتجاوز فيه ولا شيء عليه، وصيامه صحيح إن شاء الله، صلى القبول. آمين يا رب العالمين، بلغنا وياكم رمضان. لو معنا الصلاة يا أستاذ أيمن. نعم شيخ كريم، حكم تسمية الإناث أو البنات باسم مكة؟ نعم والله، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: أصدق أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسمين غلامك رباحا أو نجاحا أو فلاحا، فإذا قيل أثم قيل لا. يعني إيه؟ واحد جه بيقول لي هو واحد اسمه نجاح، ونجاح هنا؟ لا مفيش نجاح هنا. طب برضو مثلا واحد برضو وده إيمان كتير هنا جدا، مفيش إيمان هنا. مثلا وده كتير جدا، مثلا واحد اسمه إسلام، واحد اسمها إيمان إلى غير ذلك، وطبعا مكة وغير ذلك يعني، فمثل هذا تركه أولى، ترك هذه الأسماء أولى. لكن هو مباح ما فيهوش حرمة، يعني مفيش مشكلة، بس احنا بنتكلم على الأولوية، لأن طبعا ممكن يحصل مثلا واحد يتنرفز على بنته في يوم أو على ابنه، أو مثلا ابنه اسمه إسلام ولا حاجة يعني يشتمه أو يشتم بنته اللي اسمها كذا اسمها كذا، فطبعا هذا لا يحل، تركه أولى. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا شيخ أحمد. أهلا ومرحبا، بإذنك عندي سؤال لو سمحت. تفضل يا فندم. بقول لحضرتك أنا أصلا مريضة سكر وعاملة عملية في صباعي، والمية يعني ما جيش على رجلي. لا بأس. يعني أنا بنام في أوضة وزوجي بينام في أوضة، فهل انا عليا وزر كده يعني ولا ايه؟ ده لظروف حضرتك المرضيه يعني، شفاكي اللي عفاكي. انا عامله عمليه في صباعي. اسال الله العظيم يعني، رب العرش العظيم، ان يشفيك وان يعافيك. حاضر، ربنا يعزك يا شيخه. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. طب نعاود الاتصال، بارك الله فيكم. نعم شيخنا الكريم، لن أعيد السؤال، أختنا حديثة عهد باتصال، هي تنام في غرفة بسبب يعني الحالة المرضية والعملية والماء، وأنها مريضة سكري وعاملة عملية، والزوج في غرفة أخرى، هل تأثم أو عليها شيء شيخ الكريم؟ لا تأثم، أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها. طبعا هذه أخت معذورة، إذ إنها طبعا كما ذكرت عامل عملية بسبب مرض السكري، فهذا في هذا الحال يعني هذا الذي فعلته قد يكون هو الصائب، إن مثلا ما ينفعش مثلا في هذا الحال أن الزوج قد يأتيها، لأن هذا يحتاج إلى اغتسال أو ما شابه ذلك، وهذا يسبب لها ضررا. شيخ الكريم، لو في مثل هذه الظروف وتيممت هل تأثم؟ لا بالعكس، هذا الذي ينبغي أن يكون، هي تتوضأ عادي جدا وتيجي عند الموضع اللي فيه الجرح وتتيمم عليه. يعني لو المرض لا يحول دونها أو بينها وبين زوجها إلا في مسألة الاغتسال أو أن الماء يصل إلى مكان الجرح، تتيمم عن هذا المكان، فهاش مشكلة خاصة، تتيمم في هذا الجزء وتعيش حياتها حياة طبيعية جدا جدا. نعم، جزاكم جداً الله خير، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، في عندنا مسجد والمسجد ده كان قدامه حتة أرض في وشه كده على طول، فبنوها من تحت دورة مياه ومن فوق مصلية للنساء، فينفع الصلاة فيها ولا لازم أن يبقى في فوق المسجد نفسه؟ السؤال ده ورد للشيخ مصطفى. طيب حاضر، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، تفضل. لو سمحت قناة الندى معايا؟ نعم، تفضل. عندي سؤال بس لو سمحت. أهلا ومرحبا.
اتفضل يا فندم. بالنسبة لو انا عايز اعمل عقيقة ينفع اخد مثلا ربع البقرة من الجزار؟ هتشتريه يعني؟ السلام عليكم حبيبي الغالي. نعم؟ نقطة التلفزيون عشان تسمعني بوضوح. حضرتك هتشتري ربع بقرة من الجزار بدل ما تذبح؟ نعم نعم. طيب حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تحب أن تجيب لو كان الشيخ مصطفى أجاب عن السؤال ولا؟ الشيخ أجابها الشيخ ونفس أجاب؟ إجابتي إجابة الشيخ. طبعا خلاص. جواز يعني. بس من الناحية الفقهية أنا لا أدري هل الأخت استمعت إلى إجابة الشيخ أم لا. مسألة طبعا ما أسأل الله أن يتقبل من جميع المتصلين ومنا جميعا اللهم أمين يا رب العالمين. ظاهرة تكرار الأسئلة على المشايخ. يعني هل هذا من الفقه؟ لا ليس طبعا من الفقه إلا لرجل عنده هوى فيريد أن يترخص له الشيخ في أمر ما. وأحيانا إذا كان في يعني بعيدا عن برنامج وبعيدا عن مشايخ البرنامج أو مشايخ القناة إذا لم يطمئن قلبه إلى الجواب بعيدا عن الهوى وأراد أن يستوثق من إجابة في هذه الحال لا بأس. لا بأس إن كان مثلا هذا الشخص سأل سؤالا ووجد أن هذا السؤال مثلا كما حضرتك ذكرت آنفا مش موضوع هوى، لا بس حسن الموضوع ده يعني ايه يحتاج الى قلبه لم يطمئن إيه نعم يحتاج الى تدليل اكثر او يحتاج الى شده بيان، فمثل هذا يجوز له ان يسال مره اخرى. لكن كما نقول لا يبحث عن عثرات ولا عن زلات اهل العلم. تمام. طب يعني ولتكن اختنا من الصنف الثاني ولتكن تريد مثلا ان تستوثق من معلومه بعيدا عن نعم. تمام. هل لو المسجد تحتي دورات المياه والطابق العلوي او حتى للرجال او للنساء هل في ذلك شيء؟ لا لا شيء في هذا. هي بتقول ان المسجد بتاع النساء قباله مسجد الرجال ويفصل بينهما شارع، فالشيخ اجابها قال لها ان كان الصوت يصل جيدا نعم ان كان الصوت يصل جيدا فلا باس. وانا هذا جوابي هو جواب الشيخ والحمد لله الذي جعلني اوافق الشيخ في كلامي. جزاكم الله خير وحفظكم الله وحفظ شيخنا الحبيب. نعم جزاكم الله خير. العقيقة الأخت الأخ الفاضل لو لم يذبح ولكنه سيشتري ربع بقرة أعزكم الله من الجزار، فهل هذا يجزئ عن العقيقة؟ نعم يجزئ. نعم وإن كان الأولى والأفضل هو الذبح. هو كده اشترى لحمة ما ذبحش. بقول لك يعني الأولى والأحسن أنه يذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. فالأفضل والأحسن والأولى هو الذبح، لأن يعني هذا طبعا يعني يكون فيه يعني عدة مسائل، مثلا مما ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه تحفة المودود بأحكام المودود. فالأولى والأحسن والأفضل أنه هو يذبح يعني حتى يعق عن هذا الولد. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين أقرنين أملحين صلى الله عليه وسلم. نعم. حكم لبس النقاب في العمرة كذلك الصلاة بالنقاب إذا لم يتوفر مصلى النساء في حديقة مثلا. السؤال من شقين، النقاب في العمرة والنقاب أثناء الصلاة لو في حديقة أو في مكان مفتوح. شيخي الكريم. نعم. أما في العمرة فلا بأس، يعني في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نطوف بالبيت فإذا حازينا الركبان أدنينا النقاب أو الخمار يعني. وكذلك إن كانت الأخت مثلا بتصلي في مكان عام مثلا حديقة عامة أو ما شابه ذلك يعني، وطبعا في هذه الحال القاصي والداني موجود في الحديقة، واضح إزاي؟ ففي هذه الحال يجوز مش يجوز بالا ينبغي عليها أن تسدل نقابها على وجهها حتى لا يراها أحد. نعم جزاكم الله خيرا. نعم شيخي الكريم هذا هو السؤال الأخير من أسئلة الصفحة أيضا. بارك الله فيكم وفيكم بارك الله رب العالمين. ما معنى الأدواء من حديث اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء؟ أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. ما معنى شرط مسلم وجزاكم الله خيرا؟ نعم نعم شرط مسلم المقصود به كما قاله أبو عبد الله الحاكم. طبعا أبو عبد الله الحاكم
صنف كتابة المستدرك على الصحيحين. طيب والمستدرك ده هو استدرك فيه على الشيخين البخاري ومسلم بأحاديث لم يخرجها هم وخرجها هو، أو استدرك عليهم وخرج بنفس هذه التراجم التي أوردها البخاري في صحيح ومسلم في صحيح، أورد لهم نفس الأحاديث لكن لم يخرجها البخاري ومسلم. بمعنى إيه؟ الحاكم البخاري مثلا خرج لرجال، بمعنى خرج مثلا لمالك عن نافع عن ابن عمر، واضح؟ فالحاكم أبو عبد الله يجيب أحاديث بنفس الترجمة دي ويحطها في المستدرك ويقول على شرطهما ولم يخرجها. وبيعمل إيه؟ أحيانا قد يدمج بين ترجمة خرجها البخاري وترجمة خرجها مسلم ويدمج بينهما ويقول على شرطهما. زي إيه؟ زي مثلا البخاري روى عن عكرمة عن ابن عباس، ومسلم روى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، يجي الحاكم يروح مثلا جايب عكرمة عن ثابت عن أنس ويقول على شرطهم، والكلام مش كده خالص، واضح ازاي؟ فمقصوده أنه على شرط مسلم، أي أن هذا الحديث نفس الرجال بتوعه، نفس الرجال بتوع صحيح مسلم أو الذي انتقى لهم الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله. وطبعا انتقاء مسلم أو انتقاء البخاري لهؤلاء كان انتقاء بعناية، لا كما كان يفعل أبو عبد الله الحاكم. فالحاكم رحمة الله عليه كان يقمش، كان يقمش. لذلك العلماء يعني تعللوا أو اعتذروا عن الحاكم بأنه لما صنف كتابه المستدرك إنما نقح منه الثلث ثم عاجلته المنية. والعلماء يقولون كان الحاكم أبو عبد الله واسع الخطو في كتابه، يعني إيه؟ فتح العملية البحري خالص، لأنه بيودع أحاديث منكرة وأحاديث باطلة وأحاديث شاذة بل وأحاديث موضوعة، ثم يعقب على شرطهما أو على شرط البخاري ومسلم أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم ولم يخرجه. في الحقيقة مسلم ولا البخاري ما خرجش الكلام ده خالص أصلا، ولا نفس الرجال دول، واضح إزاي؟ لكن كما قلت العلماء اعتذروا عن أبي عبد الله الحاكم بأنه رحمة الله عليه وفاته المنية قبل أن ينقح كتابه رحمة الله عليه. صلى الله أمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ محمد مصطفى، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، رضي الله عنكم شيخنا وعنكم رضي الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله توفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما فاسألوا